وللحديث عن هذا الموضوع الحساس يسعدنا أن ينضم إلينا عبر تطبيق زوم بروفيسور الصحة النفسية أحمد الحريري. يا مرحبا بك بروفيسور، ونورتنا في مساء الإمارات. حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم. بروفيسور، في البداية شو هي أبرز أسباب إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية ودي أن نأكد بعض الأشياء المهمة اللي تخص المجتمع السعودي، على الأقل بما أن جبنا سيرة المجتمع السعودي. المملكة العربية السعودية هي الأولى في العالم في مكافحة وحجب المواقع الإباحية على محتوى الإنترنت، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير جداً، وأصبحت الصفحات الخضراء معروفة لكل المدمنين الإباحيين والتي تتصدى لهم أول بأول. أسباب إدمان المواقع الإباحية عديدة كثيرة جدا، ولكن خليني أفسرها لك من الناحية الفسيولوجية البيولوجية على الأقل، ويمكن هي لا تختلف الأسباب عن إدمان المخدرات عن أسباب إدمان المخدرات أو أسباب إدمان أي متعة أخرى. كنت أتمنى أني أعرض الصورة هذه تقريبا عندكم، ولكن لعلها تكون مشاهدة من خلال الشاشة، واللي تتكلم عن ما يسمى بالريوارد سيستم أو ما يسمى بمنطقة المكافأة في المخ. منطقة المكافأة في المخ اللي أنتم تشوفونها، وأحاول أقرب الصورة لكم، هي عبارة عن منطقة معينة في المخ أو في المنطقة المنتصفة هذه، وتسمى فنترال تيجمنتال أريا. هذه المنطقة تفرز أربع هرمونات تقريباً، الجافا والجلوتامين، وهذه الهرمونات تؤدي إلى تحفيز مراكز المتعة والسعادة في الدماغ عند حصول المثير. أياً كان هذا المثير، بالمناسبة قد يكون المثير إيجابي وقد يكون المثير سلبي، ولذلك يمكن لو أخذنا الشيء بالشيء يذكر، لو ذكرنا مثلاً حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يقصد الصلاة. فمن الناحية الفسيولوجية إنه هذه المناطق اللي موجودة في الدماغ اللي تسمى منطقة المكافأة، نتيجة التكرار المستمر لمتعة الصلاة، أصبحت هذه المناطق تستثار بالصلاة. قس على ذلك عندما تستثار هذه المناطق بأشياء محرمة أو غير قانونية مثل المخدرات أو المواقع الإباحية. الدراسات تقول أيضا إنه الميول أو الاتجاهات الإدمانية قد تكون مورثة أو قد تكون موروثة، وبالتالي إحنا نتكلم عن أسباب فيسيولوجية بيولوجية لا علاقة بالدماغ وبمناطق المكافأة في الدماغ، ونتكلم أيضا عن خلينا نقول الخلفية الثقافية والمرجعية الدينية، الحرمان العاطفي، وتعرض الإنسان لبعض التجارب الجنسية المبكرة في حياته قد تؤدي به إلى إدمان المواقع الإباحية. وتزيد على ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، توفرها. اليوم تتكلم عن إحصائيات فظيعة جدا لإدمان المواقع الإباحية. في بعض الأرقام اللي قرأتها تقول أن محتوى المواقع الإباحية أو تجارة المواقع الإباحية وما يبث على فيها من إعلانات إباحية أيضا تتجاوز 70 مليار دولار. يقال أيضا أن هناك 70 مليون متصفح يوميا يدخلون على المواقع الإباحية. يقال إنه المواقع الإباحية أيضا تستخدم الأطفال، تستخدم النساء. للأسف ليس هذا فحسب، أصبحت اليوم الإعلانات والدعايات تستخدم المرأة وتستخدم الصور الإباحية في الدعاية والإعلان، وهذه كلها حقيقة أسباب مجتمعة مع ضعف الوازع الديني، الوازع الأخلاقي، الوازع النظامي، ضعف الرقابة في بعض الدول. وأنتم تعرفون وإحنا نعرف إنه في دول كثيرة الوصول فيها إلى المواقع الإباحية سهل جدا وممكن ومفتوح. أضيف إلى ذلك إنه ما يسمى بالبروكسي أو ما يسمى بالمواقع التي تمنع أو حجب المواقع هذه سهلة، لكن حقيقة يمكن اللي إحنا نفاخر فيه في المملكة العربية السعودية إنه لدينا الهيئة السعودية للأمن السبراني، وأيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بدور فاعل في حجب هذه المواقع، بل أنه يمكن التواصل حتى مباشرة عند مشاهدة أي موقع تجد أنه يصعب الوصول له، ويمكن بالمناسبة لأي شخص أن يجرب، يعني في أي دولة عربية أو أجنبية كيف أن يوصل الموقع إباحي بكل سهولة، ويحاول أن يجرب في المملكة العربية السعودية. يجد أن المملكة فيها صعوبة كبيرة جدا للوصول إلى المواقع الإباحية نتيجة الحجب المستمر فعلا. وهذا أعتقد أنها يجب أن يكون ممارس في جميع الدول العربية والإسلامية.
فعلا، وهالشيء قاعدين نشوفه في اغلب الدول العربيه، ولكن مثل ما انت ذكرت حرص كبير من المملكه العربيه السعوديه على حجب هذه المواقع. وبروفيسور بخصوص برنامج عفا اللي ذكرناه، انا ما حبيت اني اقاطعك في البدايه، ولكن هذا البرنامج اطلق بحسب تصريح من الاستاذ سعود الحساني وهو مدير هذا البرنامج. بالعوده الى موضوعنا، شو هي العوامل اللي تسهم في نقل الشخص الى مرحله الادمان؟ طبعا احنا الادمان لو تفسر ببساطه عمليه مكرره او متكرره للحصول على المتعه، واللي ينقل الانسان الى هذه المرحله من الادمان هو تكرار الموضوع او مصدر المتعه بالنسبه له، حتى يصبح عاده سلوكيه او يصبح كما يقال هابت، يعني عاده سلوكيه لديه. وطبعا هذه العاده السلوكيه تتحول الى فعل يمارس يوميا في الصباح والمساء أو في أي وقت. وبعض الناس تعرف هذا الإنترنت أصبح سوق للمتنمرين، للذئاب البشرية، للمستغلين، المبتزين، اللصوص، أصبح يعني مجال خصب لكل شخص سوي وغير سوي وكل منحرف يعني. فبالتالي العملية المكررة هذه وعدم وجود رقابة أحيانا من الأسرة على أبنائها، وأحيانا يعني جرائم الإنترنت ومحاولة القضاء عليها ومكافحتها أيضا قد تكون قليلة، وبعض الجهود الحكومية قد تكون قليلة. فبالتالي تجعل مثل هذه المخالفات ومثل هذه الانحرافات السلوكية واردة ومكررة، وتؤدي بالشخص بالدرجة الأولى إلى الإدمان. في نقطة مهمة يجب أن نعيها جميعا، أنه أي فعل إدماني تكراره بدون وجود الضمير الحي أو بدون وجود الوازع اللي يمنع الإنسان يؤدي في النهاية إلى الإدمان. من أبسط الأفعال التي يمكن تؤدي إلى الإدمان إدمان السجائر مثلاً، التدخين السجائر. في ناس يدخنون سنين طويلة ولكن ما يدخن أكثر من سجارة في اليوم، هل نعتبره مدمن؟ ما هو مدمن. وفي أشخاص يدخنون باكيت أو باكيتين في اليوم الواحد، هو أكيد مدمن على التدخين. كذلك المواقع الإباحية، كذلك المخدرات، الهروين، الحشيش، الكوكايين، كل هذه المواد المخدرة أو التي تستفز مصادر المتعة وما يسمى بنظام المكافأة في الدماغ، والتي تجعل من مصدر المتعة عملية مكررة يحاول الإنسان اللجوء إليها عندما يشعر بالضيق، عندما يشعر بالقلق، عندما يشعر بالتوتر، عندما يشعر بالوحدة والانزواء. يعتبر من الأفعال السرية التي يستمتع بممارستها، حتى قد تتحول المسألة إلى ما يسمى بالمينيا أو هوس المتعة أو هوس المواقع الإباحية اللي يفسر بالإدمان. لا ننسى أنه إدمان المواقع الإباحية يدخل في إدمان الإنترنت. إدمان الإنترنت أصبح مصنف من ضمن تصنيفات في الدليل أدلة الطب النفسي والعلاج النفسي أنه من الأمراض والاضطرابات النفسية إذا مارس الإنسان الدخول على الإنترنت أكثر من 4 ساعات يومياً وأكثر من 34 ساعة في الأسبوع فهو مدمن ويجب أن يتعالج في العيادات النفسية. هذا إذا كان يتصفح مواقع إنترنت عادية، فما بالك إذا كان يتصفح مواقع إنترنت إباحية؟ من باب أولى أنه أصبحت المشكلة مركبة لديه، إدمان إنترنت وإدمان مواقع إباحية. لا ننسى أنه إدمان المواقع الإباحية لها انعكاسات كبيرة وخطيرة جدا على سلوك الشخص وعلى علاقته الزوجية إذا كان متزوج لديه شريكة في الحياة، على باءته وقدرته الجنسية، على طبيعة تفكيره، على سلوكه، على خيالاته الطبيعية وتحولها من خيالات طبيعية إلى خيالات جنسية، إلى صعوبة الاستثارة وصعوبة ممارسة الجنس بالطريقة الصحيحة والشرعية بدون التخلص من مثل هذه الخيالات. وتصبح العملية ما بين المفهوم الجنسي ما بين الواقع والخيال، أصبحت المسألة فيها فروقات، وأصبحت الإنسان يعني في حيرة ما بين الاستمتاع بواقعه وما بين الاستمتاع بالصور الخيالية التي لديه. بل أنه أحيانا للأسف تصبح المواقع الإباحية سبب أو مصدر من مصادر الاستثارة لدى الناس الذين لديهم ضعف جنسي أو لديهم ضعف في الرغبة الجنسية. وكل هذه الإشكاليات يمكن تصنف من الاضطرابات النفسية الجنسية. والاضطرابات النفسية الجنسية يمكن في حلقتين موجودة لي على اليوتيوب في قناتي للحديث عن الاضطرابات النفسية الجنسية، واللي من ضمنها إدمان المواقع الإباحية. نعم بروفيسور أحمد، في دقيقة واحدة، شو النصايح اللي يمكن أنك توجهها للمدمنين وللأهل لحماية أبنائهم المراهقين؟
والله شوفي النصيحة في تعبير أخوي ياسين وأخوي أخوان المشاهدين، لابد أن نعرف أنه الشعور الديني من أهم المرتكزات الأساسية التي يجب على الأسرة أن تنميها لدى أطفالها ولدى أبنائها، وينميها شخص لدى ذات الشعور الديني والمراقبة الذاتية واستشعار يعني الحلال والحرام. هذه الضوابط الذاتية والدوافع الذاتية في اعتقادي الشخصي إنها من أهم الأشياء التي يجب أن يحرص عليها الإنسان في ذاته وفي علاقته مع ربه، وأيضا في الأسرة وفي الأمان التي تحملها في تربية أبنائها. هذه رقم واحد. النقطة الثانية، أنا أقول للمدمنين على المواقع الإباحية يجب أن تعرفون شيئين: إما أنكم تعترفون أنها مشكلة ويجب أن تعالجونها، والعلاج متوفر في المملكة العربية السعودية من عشرات السنين، هناك عشرات العيادات النفسية المرخصة من وزارة الصحة وعشرات المراكز الاستشارية المرخصة من وزارة الموارد والتنمية البشرية، ولذلك هذه العيادات والمراكز الاستشارية بكل ما فيها من أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين يستقبلون مثل هذه الحالات ويتعاملون معها من خلال العلاج السلوكي المعرفي، ومن خلال تعديلات السلوك، ومن خلال على الأقل يعني فهم المدمن الإباحي على ماذا يفعل في دماغه عندما يصر على تكرار مثل هذه العملية، وكيف أنه مثل الإدمان المواقع الإباحية تؤثر على علاقته الجنسية مع شريكة في الحياة زوجته على سبيل المثال، وكيف أنه المواقع الإباحية تؤدي به إلى استفزاز مشاعره الغريزية والجنسية، وقد تؤدي به في النهاية إلى الوقوع في انحرافات جنسية أو اختلالات يعني في التصرفات والسلوكيات الجنسية، والتي لا أقل مثالا منها إدمان المواقع الإباحية أو إدمان التحرش بالأطفال. فعلا نصيحة مهمة بروفيسور، يعني موضوع عميق ومهم، ونتمنى أيضا من جميع الأهالي يعني أنهم يعيدون النظر إلى هذا الموضوع وما يأخذون على طاري يعني التهاون أو يعني تهميش هذا الموضوع. صحيح. بروفيسور أحمد الحريري، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم وعلى تقديمك لهذه المعلومات المهمة، ولنا أحاديث موسعة في المستقبل إن شاء الله. حياكم الله. شكرا جزيلا.